نتحول بقى الى المجموعه الثلاثه اللي بيلعبوا تحت المهاجم. اه المجموعه الهجوميه دي اللي اصعب. دي اللي اصعب. لا دي انا بالنسبه لي دي محسومه تماما والله. زيزو قفشه بن شرقي. واحده واحده. زيزو قفشه بن شرقي. زيزو ناخدها واحده واحده جناح جناح. زيزو. زيزو لماذا زيزو؟ اولا لعيب ايمن بيلعب في الطرف اليمين ودي من فتره طويله قوي ما شفناهاش. لعيب مؤثر جدا. لعيب في الاجنحه بتوع الدوري المصري مش بس في الاهلي وفي الزمالك هو الاجهز بدنيا. يعني وانت بتتفرج على زيزو هيما تقول اللعيب ده مخلي باله من نفسه. صحيح. نفس نوعيه احمد فتحي. اللعيب ده عارف ان راس ماله صحته. بيشتغل على نفسه بدنيا قوي جدا. متطور جدا جدا في الناحيه الهجوميه. ما كانش كده اول لما جه. والتسديد والكروسات والحاجات دي اول لما جه ما كانش بيعمل المهام ديت. حقيقه بقى بيعملها دلوقتي وباتقان كروساته رائعه. مظبوط. بقى بيكمل لجوه. يعني في الاخر او اخر ماتشين اخر مباراه للزمالك اعتقد في جايب جول. هو تيبيكال للوينجر اللي بيكمل لجوه. الهجمه في الطرف الشمال عند بن شرقي الراجل مكمل لجوه وكانه مهاجم تاني في ظهر سيف الدين الجزيري او في ظهر مروان حمدي. فالراجل بيتطور بيشتغل على نفسه. في لما ترجع للاول اول مباريات زيزو مع الزمالك كنت تلاقيه بعيد علشان كده معدل الاهداف عند زيزو كان بيبقى قليل شويه. هو إن لما الهجمه كانت بتبقى في الطرف الشمال. هو اللعيب اللي جه من نقطه عاميه. يعني هو اللعيب اللي صفقته جت بلا اي جدل بلا اي نور بلا اي اضاءات. الزمالك اتعاقد مع لعيب فاحنا الناس مش عارفه مين اللعيب ده وتشوفه في الملعب وما كانتش تتخيل ان هو هيبقى له اصلا فرص في فرقه الزمالك. فتشوفه دلوقتي انت بتتكلم عن زيزو عمل رصيد رهيب. دي حقيقه عمل رصيد رهيب. والنقطه زيزو على فكره هو 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 اللاعب رقم 2 في الدوري المصري الاكثر صناعه للفرص. ونقطه كمان يا هيما في الواجبات الدفاعيه. يعني هو قوي جدا دفاعيا وبدنيا. بيشاور لي عشان خاطر اغششه اقول له مين رقم واحد. أيوة. انه ايه بيشاور لي. بص عمل لي ازاي. بص يا تامر عشان بس بعرف. والله انت عارف انت طبعا من الديسكات البعيده دي بتبقى الغش اصعب بكتير يعني. بس اللي قاعد جنبي مش عايز يقول حاجه مش عارف حاجه ورق. انا بقى العالم اللي ما بحبش اغشش حد. لا انا عامل زي الطالب اللي هو عارف يعني يختار السؤال الوحيد اللي عارف اجابته فبيحطه بسرعه قبل ما ينسى. طب انتوا تفتكروا مين اللعيب رقم واحد الاكثر صناعه للفرص في الدوري المصري؟ انتوا تفتكروا مين؟ ها فزيزو هيما كمان عشان واقف على رجله بدنيا انت بتستخدمه في الواجبات الدفاعيه. يعني شفنا الكلام ده في كابتن حسام البدري استخدمه في مباراه انجولا الاولى في تصفيات كاس العالم لما لقى ان في زياده عدديه باستمرار على فتوح في الطرف الشمال. هو بدا المباراه بزيزو في الطرف اليمين وحسين الشحات في الطرف الشمال لو تفتكر. وقفشه كان في المركز رقم 10 لما بدا يبقى في علينا ضغط في الطرف الشمال بتاعنا اللي هو اليمين بتاع انجولا ام مبدل ام جاب زيزو في الطرف الشمال قدام فتوح وودى حسين الشحات في الطرف اليمين قدام باهر. وزيزو قفل الحته الشمال مع فتوح. طيب. فإذن زيزو كمان قوي جدا بدنيا فالتقييم بيتم على مدار الموسم بالكامل. محتار في الجناح الأيمن؟ محتار جدا في المجموعة دي كلها. المجموعة الثلاثة القدامانيين سيبوا ما تساعدوش. لا والله أنا ساكت أهو. أنا هاخد رأيك. اتفضل. تساعدوش. طب اخد رايك انت. طب ما تساعدوش. طب يعني اخد رايكم انتوا يعني. ماشي خد راي المشاهدين ما عنديش. طيب. مشكله وانا اقول لك هم بيقولوا ايه في قبل بعد الفصل. ماشي الحال. من اللعيبه طبعا اللي تالقت على الجناح اليمين كان عمر كمال عبد الواحد في خارج اطار الاهلي والزمالك. واحد من الناس اللي عملت موسم جيد جدا يستحق التحيه. مش هيكون في الاختيارات بس يستحق التحيه. بس مصطفى فتحي طبعا انت بتتكلم على ان بص انا هختار زيزو بكل تاكيد. لان زيزو واحد زي عبد الشافي كده بالنسبه لي واحد من اهم الاسباب اللي ادت الى ان الزمالك الضربه بتاعته تيجي في الناشئين كان يكسبوا الدوري. فبلا شك هو كان من اعمده الفرقه. خلاص من اعمده الفرقه بكل تاكيد من الناس اللي هو بلا تفكير هختار زيزو. بس حقيقي مصطفى فتحي هدور له على مكان تاني لان يعني هتحاول بقى تشوف. طب الشمال. طب انت عارف مصطفى فتحي كان بيلعب ايه اغلب الوقت مع سموحه؟ كان بيلعب مهاجم في العمق. في العمق. انا لسه بقول لك اغلب الوقت مش اطراف. اغلب الوقت. فانت ممكن توجد له مكان في المركز دي اصعب بكتير. طبعا للاسف لان في راس حربة واحد بس. هنا بقى ممكن نفتح دكه بعد اذنك. نفتح. هو ده الكلام. نفتح دكه بس كده. معقدينها ليه بقى من الاول؟ ماشي. نفتح دكه بس بعد ما نخلص ال11. بعد ما نخلص ال11 ماشي. فبالنسبه لي زيزو ورفعت عبد القادر
طبعا بن شرقي، طبعا مجدي قفشه. المجموعه دي تالقت تالق غير طبيعي في الامام، وبالتالي كان صعب جدا الاختيار. بس حقيقي في الموسم بطله كده كده لازم يكون ينال نصيبا كبيرا يعني في من التشكيلة. من التشكيل بتاع الموسم، فبكل تاكيد زيزو هيكون واحد من ابطال تشكيل الموسم بالنسبه لي.